تحمل الوثائق العدسانية برغم ما تبديه من تشابه ظاهر معاني خاصة ورموزا تاريخية يمكن قراءتها، ومن ثم الخروج بخلاصات عن مواقع جغرافية وبيانات عن أشخاص وعوائل استوطنت هذه الأرض منذ ما يربو على 300 عام. الثاقب والقناعي. وفي وثيقة ترجع إلى عام 1802 ميلادية نجد إقراراً ببيع منزل بين أفراد من عائلتي الثاقب والجناعي، حيث ابتاع حمد بن ثاقب آل وطبان دكاناً في الكويت من لولوة بنت محمد بن ناجي الجناعي، وقد باشر عملية البيع بالإنابة عنها زوجها شهاب بن أحمد القناعي بثمن قدره 80 قرشاً وفليسات. وفي قراءته للوثيقة يوضح الباحث باسم اللوغاني أن هذه الوثيقة حررها وشهد عليها الشيخ علي بن عبد الله الشارخ، لكون القاضي محمد صالح بن محمد العدساني خارج الكويت لأداء مناسك الحج. تنطوي هذه الوثيقة على أهمية تاريخية نظراً لقدم عهدها عام 1802 ميلادية، كما تضمنت العديد من الأسماء من غير طرفي البيع وهم على النحو الآتي: الشهود علي بن محمد بن ناجي، سلطان بن باشق، أحمد بن خلف الفريح، سليمان بن خلف الفريح، ومحمد بن مبارك بن حيمد. وأما حدود الدكان المبيع فقد جاء إلى الغرب منه طريق، والشمال دكان سليمان بن سري، وجنوبا دكان سليمان بن قاسم، وشرقا بيت العبيدلي. بن مغامس وبن فرحان. وفي وثيقة عدسانية ترجع إلى عام 1874 ميلادية نجد إقراراً شرعياً بعملية بيع كان طرفاه شخصين من عائلتي مغامس والفرحان، الوثيقة بتوقيع القاضي محمد بن عبد الله العدساني، وجاء في نصها: السبب الداعي إلى تحرير هذه الأحرف الشرعية هو أنه قد باع أحمد بن مغامس من حامل هذا الكتاب عبد الله بن محمد بن فرحان، وهو أيضا اشترى منه ما هو ملكه إلى حين صدور هذا البيع وهو البيت. ثم تذكر الوثيقة حدود البيت المبيع وثمنه 108 ريالات. يقع البيت في محلة الفرج وسط مدينة الكويت القديمة، وتنسب هذه المحلة إلى إحدى الأسر الكويتية التي استوطنت الكويت قديما، وهي أسرة الفرج التي ينتسب إليها الشاعر الكبير عبد الله بن محمد الفرج والشيخ فرج جد الأديب خالد بن محمد الفرج، حيث توجد بيوتهم في هذه المحلة. ومن أبرز معالم محلة الفرج قيصرية البدر نسبة إلى المرحوم بإذن الله ناصر بن يوسف بن عبد المحسن البدر، وأصلها أرض في سوق الماء اشتراها ناصر البدر من الشيخ مبارك الصباح عام 1898 ميلادية وبنى عليها القيصرية. وقد أوقف ناصر البدر 31 دكانا من دكاكين القيصرية والبيت المجاور لها،
والأرض على إمام مسجد البدر ومؤذنه والفراش ومنافع أخرى، وذلك في عام 1921 ميلادية. وقد وردت الوثيقة بنصها في سجل العطاء الوقفي الصادر عن الأمانة العامة للأوقاف. الزعابي وابن غانم. ومن محلة الفرج وسط مدينة الكويت القديمة إلى وثيقة عدسانية أخرى ترجع إلى عام 1883 ميلادية. تتضمن الوثيقة، وهي بتوقيع القاضي محمد بن عبد الله العدساني، تتضمن تأكيداً لعملية بيع عقار يشترك فيه شخصان من عائلة الزعابي وابن غانم، وجاء في نصها السبب الداعي إلى تحرير هذه الأحرف الشرعية هو أنه قد باع ماجد بن منصور الزعابي من حامل هذا الكتاب عبد الله بن غانم، وهو أيضا قد اشترى منه ما هو ملكه إلى حين صدور البيع. ثم تذكر الوثيقة حدود البيت المبيع وثمنه هو 60 ريالا. من تاريخ القضاء. لم يكن القضاء الكويتي منذ انطلاقه ثابتا على وتيرة واحدة، بل شهد العديد من المراحل، ولعل من أهمها إنشاء دائرة المحاكم الشرعية عام 1931 ميلادية. وأما في عام 1961 ميلادية فقد شهد القضاء قفزة أخرى، وجاء في كتاب القضاء والقضاة في الكويت أنه في هذه السنة وبعد أن أجريت الانتخابات للمجلس التأسيسي الثالث في 30 ديسمبر، ألغيت دائرة المحاكم الشرعية واستبدلت بوزارة العدل والشؤون القانونية، وكان أول وزير للأوقاف هو محمود زيد الخالد الذي تولى الوزارة في 17 من يناير من عام 1962 ميلادية لمدة عام واحد، ثم عين مرة أخرى في مجلس الأمة الأول عام 1963 ميلادية، إلى أن استقال بعد 16 شهراً من بقائه في الوزارة.